مشاهدينا متابعينا الكرام متواصلين معكم، نعم هنا في اللقاء الختامي الذي انتهى قبل قليل بنتيجة 4-1 لمصلحة شباب العز، مع إعلان أحد لاعبي شباب العز وأحد الرجال الذين ساهموا نعم في إحراز اللقب وحيد المكاوي. في البداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. الله يسلمكم ويديكم العافية إن شاء الله، ونشكر القناة الأستاذ خالد بازيدان ونشكركم أنتم والله يجزاكم بالخير إن شاء الله. تفضل. أيضا حدثنا عن اللقاء الختام الذي انتهى قبل قليل الذي شاهدناه، وشاهدنا فيه المتعة وشاهدنا فيه الأداء الرائع والأداء الممتع. أول شيء الحمد لله رب العالمين على الفوز، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم فضل مجهود الأخوان الزملاء جميع الفريق، ونهدي الفوز هذا لوالدتي الغالية علي وجميع الأهل إن شاء الله، وأشكر جميع من ساهم في التغطية وفي التنظيم، وكل الشكر لكل الأخوان إن شاء الله. إذن نشكر الأستاذ وحيد المكاوي على هذا اللقاء، ونتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام. الله يسلمك إن شاء الله ويجزاك الله خير إن شاء الله.